نستمر وإياكم سادتي في البحث الموسوم تأويل المعنى في رسالة الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى إسحاق النيسابوري للدكتورة فاطمة عبد زيد الخزاعي، فلتتفضل لتعتلي المنصة محفوفة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدكتورة في سطور هي فاطمة عبد الزيد شوين الخزاعي، تحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها عن أطروحتها الموسومة ثنائية الاقتراب والابتعاد في العصر العباسي الأول دراسة أسلوبية، لها أكثر من 20 بحثاً في الأسلوبية والدلالة والتأويل والحجاج، والمشاركة في الكثير من المؤتمرات والندوات، فلتتفضل بإلقاء ملخص بحثها. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان بحثي هو تأويل المعنى في رسالة الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى إسحاق النيسابوري. يتناول هذا البحث خطبة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في ضوء قراءة تأويلية تكشف لنا عن الدلالات العميقة في بنية الخطبة الداخلية، والتي تقع حتماً ضمن بنية خارجية أكبر منها، ولا تخفى القراءة في مراحلها الأخيرة رصد تأثير مرجعياتها الواقعية على تلك البنية الداخلية، فضلاً عن تشخيصاتها للتغييرات التي طرأت على المجتمع وحولته إلى دول في عالم الخطب اللغوي المتخيل. وتأتي أهمية الخطبة، خطبة الإمام عليه السلام، في طاقاتها الأسلوبية التركيبية العالية التي حافظت على شفافية لغتها رغم كونها تعالج موضوع واقعي حاصل في زمن الإمام عليه السلام. كما أن الخطبة امتلكت مجموعة من التقنيات الفنية التي أسهمت في خلق جو من التأثير في ذهن المتلقي وجذب انتباهه، صياغة فنية متميزة تتناسب بدقتها مع دقة اللحظة التاريخية التي ولدت فيها هذه الخطبة. وفي ضوء ما تقدم، تم تقسيم البحث على مبحثين ومهاد. تناولت في التمهيد تعريف التأويل لغة واصطلاحا، أما المبحث الأول فكان التأويل اللغوي، والمبحث الثاني كان التأويل البلاغي. ما يتمحور فيه التأويل اللغوي أن المطلع في رسالة الإمام الحسن عليه السلام يجدها سلسة اللغة، سهلة الألفاظ، ذات طابع فني إيقاعي صوري. إلا أن من الملاحظ والملفت للنظر أن الإمام عليه السلام رغم معرفته بفنون الخطب والرسائل لم يبدأ خطبته بالبسملة، ولا نعلم هل هذا سقط، يعني حدث سقط في الرسالة بسبب النقل من مصدر إلى آخر حتى وصلت إلينا، أم تعمدها الإمام عليه السلام. فإذا قلنا أن الرسالة آمنت من السقط، فهذا يعني أن الإمام عليه السلام ترك البسملة ودخل بالموضوع ليبين أهمية ما بدأ به، وهو مدح إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، مبتدئاً مدحه بالدعاء والعطف والمحبة، وأن دخوله مباشر للمدح دون ذكر مقدمات الخطبة دليل قطعي على رضي الإمام عليه السلام عن إسحاق النيسابوري. ليس هذا فقط، بل نجد الإمام عليه السلام يجعله بدرجة مضاهية لأهل البيت عليهم السلام، فهو يشاركهم المنزلة نفسها بالدعاء الذي ذكره الإمام عليه السلام في مقدمة الرسالة. ثم نجد في موضع آخر من الرسالة يخبره أن الله عز وجل وأهل بيته عليهم السلام راضون عنه وعن عمله بكتاب الله عز وجل. ومثل هذه التقوى والهداية التي يحملها إسحاق النيسابوري ما هي إلا نعمة أنعمها الله عليه، فهو إسحاق بن إسماعيل ومن يماثله من الناس وعدهم الله الجنة ورضي عنهم. وفي موضع آخر يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا إسحاق، وعلى من كان مثلك ممن قد رحمه الله وبصره بصيرتك نعمته وقدر تمام نعمته دخولك الجنة،
إلى نهاية القول. من المعروف إذا ذكر اسم الشخص بالخطاب المباشر أو حتى بالرسالة يكون لسببين: الأول من أجل التوبيخ وتقليل قيمة الشخص، وهذا طبعاً لا ينطبق على إسحاق بن إسماعيل، والثاني يذكر الاسم لأمر هام. والسبب الثاني هو من جعل الإمام يذكر إسحاق ويناديه باسمه، فقد بشره من كان مثله من الصالحين بأن جزاءهم الجنة، وهذه نعمة وفضل لا يضاهيه جزاء تستحق أن يحمد الله ويشكره عليه. ويقول أيضا، يقول الإمام أيضا: ولقد كانت منكم في أمور في أيام ماضي، أي علي الهادي عليه السلام إلى أن مضى لسبيله صلى الله على روحه، وفي أيامي هذا كنتم فيها غير محمودية الشيء، إلى نهاية القول. أراد أن يذكره هنا بما مضى في بداية إمامته وحتى في أيام أبيه عليه السلام، وما كان عليه من من الله عليه بالتقوى والصلاح، وقد ذكره بهذا الماضي لبين فضل الله عليه ويؤكد كلامه السابق الخاص بحمد الله وشكره على نعمة التقوى ونعمة الجنة. ويقول أيضا: واعلم يقينا يا إسحاق أن من خرج من هذه الدنيا أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا، إنها يا ابن إسماعيل ليس تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إلى نهاية القول، مؤكد قوله بآيات من الله من كتاب الله عز وجل. نجد الإمام بدأ الفقرة بيا إسحاق ثم أردفها يا ابن إسماعيل، ولم يذكر هذه العبارات في هذه الفقرة فقط، بل ذكرها في مواضع أخرى، وكان هدفه من هذا النداء بيان أهمية وحسن سمعة وأصل إسحاق، فضلاً عن ولائه لأهل البيت عليهم السلام، لأننا قلنا سابقاً لا يذكر اسم الشخص في الخطاب إلا من أجل بيان حسن سيرته أو عكس ذلك. فقال لإسحاق والحديث المتلقين جميعاً إن من مات وهو ضال سيحشر يوم القيامة ضال مع أصحاب النار، وقد أكد قوله بآيات قرآنية كثيرة. وهذا فعلاً ما ذكره بقوله: وأي آية أعظم من حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده وشهيد على عباده من بعد من سلف من آبائه الأولين النبيين وآبائه الآخرين الأوصيين. فكلام الله عز وجل وأنبيائه وأوصياه أقوى الحجج التي يمكن أن يستشهد بها على هؤلاء القوم، الذي وصفهم هنا بالأنعام حين تضل طريقها لا تعلم أي طريق يصلها إلى هدفها ومقصدها، حين قال: فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام، إلى نهاية القول. فهم يتخبطون تخبط الشعواء، يتبعون ما يأمرون به، فعبارة فأين يتاه بكم دليل قاطع على أنهم يبتعدون أو يتبعون العفو أسيادهم ضالة العصر الجاهلية المتشبثين بعنادهم. نستثمر الوقت وننتقل إلى المبحث الثاني الذي يحمل عنوان التأويل البلاغي، ونتجاوز ما جاء من التشبيه والاستعارة والكناية، ننتقل إلى فقرة مهمة تبين لنا ولاية أهل البيت عليهم السلام في رسالة الإمام، الذي وضحها بالتقابل الذي جاء في أقواله، إذ يعد التقابل أحد المحسنات البديعية الذي حظي بعناية البلاغيين كثيراً لما له من رفعة وبهاء في تزيين الكلام. من المقابلات البلاغية التي جاء بها الإمام قوله: وأي آية أعظم من حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده وشهيد على عباده من بعد من سلف من آبائه الأولين النبيين وآبائه الآخرين الوصيين عليهم أجمعين السلام ورحمة الله وبركاته، أي جعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتحلى بهذه السمات الإيجابية كما هو معروف عنه. ثم قابل ذلك بذكر الإمام علي عليه السلام بقوله: وآبائه الآخرين الوصيين، وخصه بالصفات نفسها التي ذكرها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليخبر المستمع أنهم من شجرة واحدة وصفاتها لا تفترق. وهذا قدم لوحة تقابلية مثيرة لذهن المتلقي ولافتة لنظر المنافقين المتشككين بولاية الإمام علي عليه السلام. وهناك كثير من الأساليب البلاغية التي جاء بها الإمام عليه السلام في خطبته هذه تؤكد ولاية الإمام علي وولاية أهل بيته عليهم السلام. نختم.
وفي نهاية البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج، منها أن هذه الرسالة رغم لغتها المترسلة فقد حفلت بمجموعة من العناصر الفنية والصوتية التي زادت الرسالة رونقة وساعدت على جذب ذهن المتلقي الذي يستمع بالفن الصور الإيقاعي. أن تكرار الإمام عليه السلام لاسم الشخص المخاطب كان له طابع فني يعمل على شد الانتباه من جهة وطرد الملل من جهة أخرى. أن الهدف الرئيس من هذه الرسالة كما لاحظنا في سطورها هو الحديث عن مبادئ أهل البيت والتمسك بهم مما يتطلب الموقف، تقديم مثل هذه الصورة التضمينية الاستدلالية التي تبلور مفهوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام بالولاية. لقد أظهر الإمام عليه السلام أهم المبادئ العبادية التي يجب الإنسان سلوكها والعمل بموجبها. وفي ختام بحثي الأخير من بحوثي الثلاثة التي قدمتها في مؤتمر أسبوع الإمامة، أود أن أقدم أفضل الشكر والامتنان إلى متولين المؤتمر المتمثلين من السلطة الأعلى، المتولي الشرعي للعتبة، وإلى العاملين خلف الكواليس، لهم جزيل الشكر والامتنان. وإن شاء الله الملتقى في مؤتمرات أخرى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لجناب الدكتورة الباحثة، وأيضا نفتح باب النقاش والتساؤل والمداخلة إن كان هناك من ذلك. نعم سمحت الشيخ، العفو سمحت الشيخ رفع يده أولا. شكرا جزيلا، أحسنتم على هذا البحث اللطيف. تفضلتم بأنه الرسالة استعمل فيها الإمام عليه السلام في فقرة من فقراتها النداء يا إسحاق، وتفضلتم بأن الإمام لما ينادي إسحاق بمعنى تعظيمه، وهذا فيه تأمل. النداء لا يفيد التعظيم، ولذلك موسى عليه السلام نادى فرعون يعني قال موسى يا فرعون، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. نداء لإلفات النظر، لإلفات النظر، ولا يفيد النداء تعظيم المنادى إلا إذا كانت هناك قرينة على التعظيم. وشكرا لكم. سؤال آخر لسماحة السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخة الباحثة على هذا التقديم. تساؤلي عن مدى انطباق العنوان على المعنون، التأويل مصطلح، وحقيقة هذا التساؤل يعني يجري على بعض أيضا العناوين التي طرحت في هذا المؤتمر الكريم. التأويل مصطلح مستعمل في الدراسات الدينية بشكل عام والدراسات القرآنية والتفسيرية بشكل خاص. عندما أتحدث عن تأويل المعنى وأذكر رسالة الإمام الحسن العسكري، وذكرتم بعض المصاديق المرتبطة بالمحسنات البلاغية والأدبية وما شابه ذلك، هل هذه المصاديق هي من مصاديق تأويل المعنى أم لا؟ شكرا لكم. شكرا سمعت السيد. نعم جناب الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحقيقة أن هذا البحث قد بني على أمر يحتاج إلى نظر. النظر أولا في العنوان تأويل المعنى، وأقول لابنتي العزيزة إن المعنى لا يؤول، وإنما الذي يؤول هو المبنى. نحن إذا كنا بإزاء نص من النصوص فالنص هو الذي يؤول، لأنه سيورد لنا معاني متعددة تأتي نتيجة التأويل. ولذلك لا نقول تأويل المعنى، وإنما نقول تأويل المبنى، هذا أولا. ثانيا الجانب البلاغي، الشواهد التي أوردتها لا يمكن أن تسمى تأويلا، لأن الشواهد البلاغية
من تشبيه وكناية واستعارة وغيرها هي ليست من التأويل وإنما هي من البيان، ولذلك يسمى الباب بأكمله هو البيان، باب البيان، علم المعاني وعلم البيان. فلا نقول عن التشبيه بأنه تأويل، التأويل له معنى آخر الذي قد يأخذ جوانب متعددة، كأن يفسر بوجوه متعددة لبنية النص. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم سماحة الشيخ. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة العاملين والقائمين على المؤتمر المبارك، وكذلك أجمع كورة الشكر وألملم وصالها وأقدمها على سماحة السيد السند والحجة المعتمد الصافي أحمد. تصحيح مفهوم وليس مداخلة، الإمام لا يترك البسملة لأهمية الموضوع، وإنما هناك أهمية قصوى في حديث الإمام أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى علي بن سويد السائي، عندما يخبره قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في القرآن فأسقطوها. ولو أن المتتبع يتابع النسخ الخطية الموجودة في التراث يجد أن السقطات من هذه وأمثالها كثر، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، ونكتفي بهذا القدر من المداخلات. الأسئلة التي طرحت أن استعمال النداء لا يفيد التعظيم إلا بوجود ما يشير إلى ذلك كما تفضل الشيخ. أجيبنا. نعم، النداء أنا قلت في البحث يستعمل لسببين، يا إما لذكر أهمية المنادى أو تعظيم الشخص أو العكس من ذلك، وهنا جاء يعني يمكن أن يأتي إلى العكس ويمكن أن يأتي إلى التعظيم. نعم. سؤال سماحة السيد يقول: مدى انطباق العنوان على المعنون؟ هل ما ذكر من مصادق للتأويل ما ذكرتموه هل هي مصادق للتأويل؟ الجواب راح يكون عن السؤالين وسؤال الدكتور أيضا. أحد تعاريف التأويل هي خروج الكلمة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فأنا لما أستعمل التشبيه والاستعارة والكناية هي تعبيرات مجازية، وهذا أحد تعاريف التأويل. والنظر في عنوان البحث أن المعنى لا يؤول وما يؤول هو المبنى كما تفضل به جناب الأستاذ الدكتور، وسؤاله أيضا أن الشواهد البلاغية هي ليست من التأويل بل من البيان. أجبت عليه الفرع الثاني. الفرع الأول أنا شاكرة لجنابكم على تعديل العنوان. شكرا جزيلا لجناب الباحثة الدكتورة، ونسأل الله أن توفق في ترصين بحثها من هذه الملاحظ. شكرا جزيلا.